بعدما كانت مبرمجة يوم السبت على الساعة 8:30 ليلا تم تقديم موعد مباراة كأس السوبر بين فريقي مولوديات الجزائر واتحاد العاصمة بملعب تشاكر بالبليدة إلى الساعة 5:30 مساء، مثلما علم من الرابطة الوطنية المحترفة حيث كشفت مصادرنا أن القرار اتخذ لدواعي أمنية متعلقة أساسا بضمان سلامة الأنصار الذين سيكونون بقوة سواء من الشناوة أو أبناء سوستار. ولم يقتصر الأمر عن المباراة فقط، حيث قدمت عملية بيع التذاكر أيضا، فبعدما كانت مقررة صبيحة يوم المباراة أي السبت ستطرح التذاكر يوم الجمعة على مستوى شبابيك المركب الرياضي مصطفى تشاكر فقط، حيث اتخذ هذا القرار اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع التقني الذي جمع بين مختلف الأطراف المعنية. كأس الجزائر الممتازة ستجمع المتوج بلقب البطولة اتحاد العاصمة والفائز بكأس الجمهورية مولودية الجزائر في افتتاح الموسم الكروي الجديد. أين كان الاتحاد قد توج بآخر طبعة من الكأس بعد فوزه على وفاق سطيف بنتيجة 2-0؟ فهل ستختار الكأس أبناء سوستارا مرة أخرى أم أنها ستكون من نصيب شناوة؟